وهذا سائل يقول: قامت زوجتي بخيانتي مع رجل آخر وقمت بطلاقها، وقد تنازلت عن حضانة ابني لوالدتي، والطفل الآن عمره 4 سنوات، والآن حرمتها من رؤيته، هل أنا بذلك قاطع للرحم؟ نعم، لا تمنعها من رؤيته. وأما الحضانة، نعم، كونه عند والدك أحسن من كونه عندها، لأنها لا تؤمن عليه ما دامت فاسدة في عرضها ولم تتب، لا تجعل الطفل عندها، خليه عند والدك أو عند من تثق به، ولكن لا تمنعها من رؤيته. نعم.